ايه بلغك مش هاخد رايك يا منير؟ لا انت المفروض تاخدي رايي لان انا شريكك، وانت قلتي لي قبل كده ان انا شريكك غصبا عني، يبقى لازم تاخدي رايي. هو انت كنت تعرف حاجه عن الذهب ده اصلا؟ لا بس لما عرفت ساعدتك وقفت جنبك وحطيت السكين على رقبتك اكتر من مره. انا كنت فاكره ان انت بتساعدني عشان انا اختك. ما بلاش خلط الاوراق بقى يا كامله، بعدين انت جاي تقولي لي دلوقتي ان احنا نتنازل عن ثروه وفلوس السيوف للحكومه؟ وبعدين ده مش حق ابونا اللي انت قعدتي تقنعيني ان احنا لازم ناخده؟ غيرت رايي. ايه ده؟ انا فاكرك هتقولي لي ان انت بتعملي فيها مقلب. صدقني يا منير، الورث ده ملعون، خلينا نتخلص منه احسن. احسن بالنسبه لمين؟ احسن بالنسبه لنا كلنا. وبعدين ما تنساش ان انا اللي اكتشفت ان الذهب ده متهرب في طلبيه المصنع اللي في المينا. وانا اللي بعت اتاكدت لك من مينا اسكندريه. يبقى متشكرين قوي لحد كده. منير انا جاي اقول لك اني هبلغ بكره الصبح عشان تعمل حسابك وما تتعشمش. انت جاي منين يا كاميليا؟ منير ركز في شغلك وموهبتك، هما دول اللي هينفعوا.